السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث فيه عن فقه المواريث وأحكامها، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا بكم شيخنا. ما زلتم تتحدثون عن قضية الفقد وكم ينتظر بالمفقود، ذكرتم ثلاثة أحوال وبقي حالة واحدة من حالات الفقد، وكيف تعامل معها الفقهاء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وبعد، نعم، الحالة الثالثة ذكرنا من فقد في ديار الإسلام في غير حرب بل في أمور طبيعية، نعم، هذا ينتظر 4 سنين كما ذكرنا لوجود الأثر بذلك، كنا ولذلك بعض الأئمة أخذوا بهذا الأثر في جميع أنواع الفقد، لكن المالكية عندهم في الفقد هذا في غير حروب وغير فتن وغير كوارث، نعم، هذا يعني إذا طلبت الزوجة ذلك هي التي رفعت أمرها للقضاء، فإن القاضي، نعم، بعد يعطيها أجل 4 سنوات، ثم بعد ذلك يحكم بتمويته، وهذا التمويت يترتب عليه أن الزوجة تعتد، تدخل في العدة، نعم. أما ماله فلا يمس حتى تنتهي هذه مدة التعمير، ومدة التعمير سندرسها إن شاء الله بعد المرحلة الرابعة التي تحدثنا عنها، وهي الفقد في غير حروب في بلاد غير المسلمة، في بلاد غير المسلمة، لكن مش ليست في حروب ولا في كوارث. هذا ماذا يفعل به؟ المرأة لا تعتد، تبقى تنتظر مدة التعمير، وأمواله كذلك، أي الحالة الرابعة لا يمس ماله ولا تعتد زوجه، إلا إذا طلبت الزوجة الطلاق بسبب ضرر، إذا تضررت، نعم، من غياب زوجها، سواء التضرر الجسمي أو التضرر بسبب النفقة أو غير ذلك، عندئذ، نعم، ترفع أمرها للقضاء ويحكم بتمويته بالنسبة لها. لكن هذا التمويت لا يشمل الأموال، بل تركته تنتظر حتى تنتهي مدة التعمير فتقسم على الأحياء من ورثته. وأما الذين ماتوا فلا شيء لهم، أما الذين ماتوا قبل أن يحكم بتمويته فلا يأخذون شيئا من التركة. نعم نعم. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه الحالة الرابعة التي ذكرتموها. نعم، وأن إذا كان ما فيش مكالمة، نعم تفضل، إذا نتحدث عن مسألة التعمير. نعم، التعمير، ونحن تكلمنا عنها قليلا أمس ولا بأس أن نزيدها يعني تفصيلا، وهي قضية التعمير. ما معنى التعمير أو مسألة التعمير أو عمر التعمير أو، نعم، معناه السنة التي لا يعيش الناس عادة إليها، وقد اختلف الناس فيها اختلافا كبيرا، مشهور مذهب مالك، وقضية 70 سنة. 70 سنة هي مدة التعمير. إذا واحد، نعم، كان عمره لما فقد 60 سنة يضاف 10 سنوات، وإذا كان فقد وعمره، نعم، 15 عاما يضاف ما يوصله إلى 70. إذا كان فقد وقت وهو عمره 70 يضاف 10 سنوات ينتظر إلى 80. إذا كان فقد وقت 80 يضاف 10 سنوات أخرى، قلنا إلى 100. فإذا فقد وعمره 100 فإنها تضاف السنة والسنتان، هذا حدها، نعم. لكن ذكرنا ابن عبد الحكم من المالكية
يرى أن أقصى مدة التعمير 120 عاما، وهو قول يعني يأخذ به بعض الناس، نعم، حتى في المذاهب الأخرى تقليدا لابن عبد الحكم. هذه مسألة التعمير، لكن المشهور الآن عند أكثر أئمة المذاهب هو أن يرجع إلى اجتهاد الحاكم، لأنه اللي بيدرس المسألة بجميع أمورها وظروفها والظروف التي فقد فيها وعمره كم إلى آخره. نعم. طيب شيخنا، استأذنك في أخذ بعض الاتصالات. السلام عليكم. سالمة، السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف حالك يا ولدي؟ تفضل يا أخت أمي. أنا ولادي عندي أختي باهي كبيرة في السن، باهي وعندها زي الزهايمر، يعني مريضة ما تعرفش لا من شهر رمضان لا من اليامات العادية. ووالدتك؟ أختي أختي أختها أختك. نعم. إيه، هي زي هي كبيرة في السن وعندها زهايمر وما تعرفش من الفطار ومن الصيام. هل يجوز عليها أي حاجة تعطيها ولا شيء؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. عهد من وين؟ السلام عليكم. عهد من طرابلس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت عهد. من فضلك نبي نسأل عن الصلاة الفائتة، كيفية الصلاة. وسؤال ثاني، الصلاة الفائتة تسألي عن اللي يفوتنا عدد صريح كبير من الصلوات ولا صلاة واحدة؟ لا، عدد كبير من الصلوات. طيب، وسؤال ثاني عندي، نبي نعرف من الشيخ حكم الأم اللي تمنع تقسيم الميراث، هو منزل طبعا ثلاث طوابق والوالد متوفي من 20 عام وأسكنت الأولاد فوقها والبنات طبعا لا، رغم أنها بنات ظروف مادية مش كويسة وبعضها مسكن بالإيجار أو مع أهل الزوج وترفض البيع طبعا السبب حجة أنها عند البيع الأولاد حيتركوا المنزل ومش حيسكنوا جنبها في البيت الجديد. طيب. أو أنها بديش تغادر الحي اللي هي سكنت فيه، لأن بعض صديقاتها وصلوا أن هم طالبوا من أزواجهم يكتبوا المنزل باسمهم حتى بعد وفاة الأزواج لا ينتقل الميراث للأولاد. يعني ريت حكم الشيخ، رغم أننا نحن طبعا عايشين في مدينة طرابلس. طيب. وحكم الابن أو الابنة اللي تعرف أن هذا خطأ وتقول خلوا كل شيء على ما هي تبي الوالدة رغم أنه هو خاطئ، يعني شنو حكمها؟ طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أخت عهد، الله يبارك فيك. شكرا، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. عبد الحكيم من كيكلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الحكيم. النمور، شو الأخبار؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. أنا نبي نسأل الشيخ، أنا متعارك أنا والمرأة باهي صار كسو تفاهم ونقاش وقعدنا نهدز وقالت لي ثلاثة مرات طلقني، وبعدين برا برا جو أنت جو أخوتها واحد من الشباب تدرس وبتغير الموضوع شوي، لا نوت قلت لي كان كراش مطلقني وانت قالتها هي ما بدش نعطاها طلقتها قدام خوتها، قلت لها باي خلاص انت قلتها تم الموضوع. وهي هذا البنديرة نبغى نشوف وشاش. فهمتش، هي قالت لك ماذا؟ هي قلت لي ونشوف خوتها ونحسابها بتصلي على النبي وبتريح روحها قبل رمضان بأربع أيام بنصيمه مع بعضنا كيف متجوزين مليش حتى شهر متجوز. قوان قامز خوتها قلت لي كان كراجل انت طلقني، قلت لها انت قلتي كان كراجل طلقني تم انت تبلي تطلقي خلاص روحي مع خوتي. لكن انت ما لفظتش الطلاق. ما نفظتش الطلاق ونبي نطلق الحق. طيب انت السؤال على قضية الطلاق هل هو وقع ولا لا، ولا قضية انك انت لو طلقت هل يلحقك اثم ولا لا؟ هو هذا نبو يلحق اثم ولا لا. طيب تسمع الإجابة ان شاء الله اخ عبد الحكيم. ان شاء الله وانت طيب، بارك الله فيك. يسلمك. اما ام علي، السلام عليكم. عليك السلام. تفضلي اخت ام علي من طرابلس. ان شاء الله، بالله نبي نسأل الشيخ. تفضلي. عندي يمات هيك من مدة 3 سنين فاتت. نعم. ولما سألت عليها صمتها أنا. هم زي ما تقول 7 أيام، أنا صمت 10 بالزايد. فلما صمت ما طلعتش عليهم. نعاود نصيم ونطلع عليهم ولا نطلع عليهم بالستوى؟ هو سبب إنك أنت تبي تطلعي عليهم الفدية شنو؟ أيوه. لا شنو السبب اللي انت بتطلعي عليهم الفدية؟ يعني انت اخرتيهن، اخرتي الايام. لا انا كنت حامل بنتي
ما قدرتش نصيمهم. فبعدين صمتهم بعد ما جبت بنتي صمتهم. طيب وقضيتيهن خلاص يعني؟ قضيتهم. طيب انت تسألي هل عليك فدية ولا لا؟ وإذا انت عليك فدية هل تعيدي صيام الأيام هذه ولا لا؟ ايوه نعاودهم ونفتي عليهم ولا نطلع عليهم بس. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال آخر. نجات، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام اخت نجات. ايه اتفضلي اخت نجات تفضلي. السلام عليكم. طيب طيب نجيب عن الاسئله، عن بعض الاسئله شيخنا. نبدأ بسؤال من الحلقة الماضية. الأسئلة يوسف من مصراتة عنده ثلاث أسئلة، عنده ثلاث أسئلة. الأول، حكم من يصلي في البيت دون سبب، يعني يترك الصلاة في المسجد الصلوات الخمس ويصلي في البيت دون سبب. نعم، معظم العلماء عندهم جائزة، مش جائزة بمعنى مستوية، لا طبعا، فبالنسبة للأجر أقل بكثير من قضية الصلاة في المسجد. صلاة الجماعة معروف، حديث بتاع الفرق بين درجة واحدة و 27 درجة معروف يعني. نعم. لكن ما كان هو سؤال هل تصح صلاته أو لا؟ معظم العلماء الذين لا يرون صلاة الجماعة فرضا عندهم صحيحة الصلاة. نعم. السؤال الثاني، يسأل عن ركوب المرأة في سيارة الأجرة دون محرم. هذه المسألة تحدثت عنها المجمع، مجمع الفقهي، وقال إذا كان هي في مدينة مزدحمة وفيها بكثرة السيارات والناس، نعم، ما فيش مكان هكذا بعيد مستخطي، نعم، يعني يجوز هذا، نعم، الركوب وحدها دون محرم. نعم نعم. الجلوس، السؤال الثالث، يسأل عن جلوس الجلوس في مائدة الإفطار، أن تجتمع العائلة على مائدة الإفطار. يقول اللي هو سؤال المرأة مع أخي زوجها، لا ما تنفعش مع وجود محرم هو كده. إيه مع ذلك هل هي يعني اسمها مضطرة لذلك والله لا؟ يعني هي قضية، إذا كان هي بلباسها الشرعي وكذا نقول جائز، لكن الأحسن عدم، الأحسن عدم ذلك. أيوة. طيب الأخت سالمة تسأل عن أختها، تقول عندها زهايمر ولا تصوم يعني بسبب فقد الذاكرة وهذا المرض، فتسأل عن الفدية، هل يفدون عنها عن كل يوم بدل صيامها؟ إذا كان طول رمضان هكذا لا شيء عليها، لا صيام ولا فدية تنيلا. نعم. وإذا كانت هي مريضة هذيك مسألة أخرى، مرض عادي. هو الفارق بين الزهايمر والمرض المزمن في فارق، لأن هذا مرفوع عنها القلم. الزهايمر يعني قياسا على الغيبوبة ولا الأشياء؟ نعم المجنون. نعم أيوة. نعم. طيب معنا اتصال. أم مريم، السلام عليكم. أم مريم من وين؟ طيب أم مريم من طرابلس، السلام عليكم. تفضلي أخت أم مريم. أي حاضر. فضيلة الشيخ، أنا زوجي ما يصليش، وعلى قد ما حاولت أني نوجهه ونرشده ونقول له أن العقوبة، عقوبة تارك الصلاة، ما باش يفهمني. أنا حاليا عندي معاه ثلاثة صغار، فنبي نعرف أنا توا صغاري شنو يعني. هم يقول لك العلاقة تكون مش مضبوطة يعني في حال أن الزوج مش ما يصليش. فنين بنعرف تواني تو حاليا تركتها قداش لي، لا انت بنصبر على الوضع هذا. انت تركتيه ولا كيف؟ لا انا معاه في نفس البيت الزوجيه، بس كل واحد على حاله يعني في المعاشره يعني. ايه فنبي نعرف لي انت بنستمر هيك وانا قاعده معه. نبي النهايه يعني شنو نطلب منها، الطلاق وشو مصير صغاري. طيب تسمع الاجابه ان شاء الله اخت ام مريم. بارك الله فيك. بارك الله. معنا اتصال آخر. أبو بشير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو بشير. معك طيب، شو أخبارك؟ حياك الله، بارك الله فيك. بارك الله فيك، شو حاب شيخ؟ الله يبارك فيكم.
الحمد لله. بالله يا سي الشيخ عندي سؤال، لاني المده اللي فاتت ما اني نايم لحد زوجتي تبي ميه، فجبت لها ميه تمام الساعه ما ادريش على الساعه كم، بعد ما فقت ناخذ ميه لقيت الفجر مد الفايت اللي قضي وقت الفجر، فهمت؟ شو نحطنا في هذا يعني؟ طيب انت شربت ماء ولا انت ناولت زوجتك ماء؟ اني ناولت لزوجتي ماء، طلبت مني الماء، الماء في جنبي، هو طلبت مني الماء فاعطيتها الماء فشربت الماء، بعد ما نص نيف ناخذ ميه ثانيه لقيت الفجر مد ليه ممكن حوالي نص ساعه. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله اخ ابو ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله تسمع الاجابه. عبد الرحيم من الرياينة، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخ عبد الرحيم. نسال على الصلاه هذه اللي فايته من الصلاه اللي ضايعه من العمر بتاعي. القضاء بتاعها كيف يعني؟ طيب ان شاء الله تسمع الاجابه. بارك فيك. الله يسلمك. طيب في معنا اتصال اخر ولا نوصل الاجابه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بنت ليبيا من ترهونة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي اخت بنت ليبيا. عندي زوج اسئلة نبي نسألها للشيخ. تفضلي الأول. تسمع فيا؟ نعم نعم تفضلي سؤالك الأول. السؤال الأول، ما حكم واحد يصلي ويجمع العيلة وراه يصلوا وهيك وحدة عندها عذر تصلي وراه، يعني غلط ولا لا؟ وحدة ماذا تصلي وراه؟ السؤال الثاني. لا لا لا، السؤال الأول قبل، حكم من يصلي يجمع العائلة وراءه في الصلاة؟ ايه، وواحد عنده عذر يوقف وراه حتى هو. واحد عنده عذر؟ ايه يوقف وراه، هيك كأنه مش قادر إنه يطلع من الصلاة. واضح. طيب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أنت معناه ندي قيام الليل، أنت نهايته. طيب جاوبك الشيخ. بارك الله فيك. وفيك بارك الله، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب أم أمين، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أخت أم أمين. الله يبارك فيك. لو سمحت بنسأل فضيلة الشيخ. أنا حامل بتوأم. في أول رمضان كنت مازال في الشهر الرابع. فصمت يومين، فلكن شق علي اليومين يعني ما كملتهم إلا ما خلاص بجهد جهيد يعني. ثالث يوم خلاص مع العصرية ما عادش قدرت أنني نكمل خلاص. فأفطرت. ومن هذاك اليوم لتوا يعني ما عادش صمت خلاص. فنبي نعرف يعني كيف بعدين بعد شهر رمضان الكريم إن شاء الله، يعني هل نقضي وندفع ولا ندفع بس ولا نقضي بس؟ تسمع الإجابة إن شاء الله أخت أم أمين، بارك الله. شكرا، بارك الله فيك. أم عليوة، السلام عليكم. السلام أخي الشيخ. من طرابلس، تفضلي أخت. إحنا عندنا الوالد متوفي من 2019. وإحنا سبع بنات وثلاثة أخوت. وأخوتي لتو ما عطوناش حقنا في ورث بوي. وعندي أخت مش متزوجة. نعم. طيب. وش الحكم إن لتو ما عطوناش الورث يعني؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. سلم. يعني بارك الله فيك. وفيكم بارك الله. بنت الجبل من البيضاء، السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. نبي نسأل على ولدي عنده انفصام في الشخصية وما يصيرش. عنده انفصام في الشخصية؟ يعني. أيوة، هو طول اليوم هو راقد وما يعاش إلا على المغرب. ما مش يعني هيك يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله وتطيب. عسل الله فيكم. طيب نجاوب عن بعض الأسئلة. طيب شيخنا الأخت عهد من طرابلس تسأل عن الصلاة الفائتة، كذلك سؤال عبد الرحيم من الرياينة يسأل عن حكم الصلوات الفوائت، من عنده فوائت كثيرة وكيف له أن يقضيها؟ الصلوات لابد من قضائها، لكن لما تكون كثيرة يعني أكثر من خمسة، أولا يصلي الوقتية في وقتها،
ولا يؤخرها بسببه بسبب هذا القضاء، ثم بعد ذلك يقضي. كان قادر على 5 صلوات مع كل صلاة، هذه مهمة جدا، وبالنسبة لي عليها 7 صلوات، وعندها فراغ يصلي 5 صلوات مع كل صلاة، يعني 5 أيام مع كل يوم. وإذا كان هو لا ما عنداش فراغ لهذا القضاء، قال حاجة يصلي 2 صلوات، وإذا كان ما يقدرش بكل منشغل ومزدحمة أموره، أقل حاجة مع كل صلاة صلاة، ما فيش غير هذا. وإن أحسن حاجة يدير جدول ويسجل التاريخ باش يعرف روحه أمتى ينتهي. نعم، وكثير من الناس يعملوا هالمسألة هذه وتموا صلوات القضاء بتاعهم بسبب التسجيل. نعم، هنا قضية يسأل عنها كثير من الناس اللي ما يعرفش كم سنة فاتته. إيه، ياخذ احتياط يتحرى، لنفرض أن سك بين 3 و4 سنوات يقضي 4 سنوات، سك بين 20 و15 يقضي 20 سنة. ومع العلماء قالوا إذا كان يعني استمر على القضاء ومصمم على أن يقضي، وخصوصا إذا كان صلى 2 وقت مع كل وقت ثم توفاه الله سبحانه وتعالى، فلا يحاسبه على الباقي. نعم، السؤال الثاني، الأخت عاهد تسأل عن حكم الأم التي تمنع أبناءها من تقسيم الميراث عشان ما تبيش تسيب الحوش اللي هي موجودة فيه، وما تبيش تسيب جيرانها، فما تبيهمش يبيعوا الحوش ولا يقتسموا الميراث، فتسأل عن حكم ذلك. المرأة هي اللي تمنع الأم. إيه الأم. إيه؟ وكيف تملك ذلك؟ هي عندها جزء فقط في الميراث، كان هو ميراث زوجها هو الله. نعم، ميراثها من زوجها، لكن هي تمنحهم بحجة أن هذا بيت العيلة وبيت الأهل وكذا. لا هذا غلط غلط، الميراث هذا لازم يقسم، معنى كل واحد يعرف حقه إلا إذا تنازل له الآخرون عن طيب نفس، مش بضغوط لا بالحياة ولا بغيرها. نعم، أما هو لازم يقسم الميراث وكل واحد يأخذ حقه. نعم نعم. عبد الحكيم من كيكلا قال هو تعارك مع زوجته، وقال أثناء الشجار بينهم هي تقول له طلقني 3 مرات، قال لكن لم أطلقها وانتظرت حتى جاء إخوتها وتناقشنا في الأمر، قالت فهي قدام أخوتها قالت له وكأنك راجل طلقني، قال فقلت لها تم روحي مع أخوتك. فهو يسأل عنده سؤالين، الأول هل هذا يعتبر طلاقا، والثاني هو قال بيطلقها فما حكم طلاقه منها؟ قال هو خلاص هو هو جاء وجاوبها قالت له طلقني، قالت له كأنك راجل طلقني، قال لها تم، قال لها تم روحي مع اخوتك. اي معنى ذلك انه وافق على طلاقها هيك الظاهر، لكن القضيه هذه اذا كان ينوي غير ذلك ما يمشيش عليه الطلاق. نعم، فهذه يرجع اليه المساله هذه. اذا كان نيه الطلاق في قول تعدي مع اخوتك معناها يقع الطلاق. تماما. طيب، سؤال الثاني، إذا لم يكن هذا طلاقا، هو قال أنا ماشي في إجراءات الطلاق نبي نطلقها، فهل يلحقني إثم بذلك بقضية طلاق زوجته؟ لا، إذا كان طلقها يعني. نعم، هو يبي يطلقها فيسأل هل فيها إثم طلاق؟ هذه تعتمد على الأسباب. إذا كان الأسباب مبررة شرعيا الطلاق ما فيه شيء. نعم، لكن إذا كان هو ناوي إضرارها، لكن هي الظاهرة أنها هي اللي طالبة، هي قالت لك أنك راجل. هذه كلمة كأنك راجل، مرات استفزاز يعني في أيوة لحظات الغضب تستعملها النساء بكثرة. أما أكثر من واحد يصل فيا، قلت له لا تطلقها حتى ولو قالت ذلك. الطلاق لازم يكون بتروي ودراسة المسألة. نعم، يعني بماذا تنصحونه؟ أنه هو يدرس المسألة قبل أن يستعجل بالطلاق. نعم نعم. طيب، أم علي من طرابلس تقول عندها يعني أفطرت 7 أيام وشكت في بعض الأيام فقضتها 10 أيام، يعني قضت 7 وزادت 3 أيام، تسأل قالت أنا ما طلعتش الفدية، هي كانت حامل على ما يبدو، فهل تسأل هل عليها فدية؟ وإذا كان عليها فدية هل تعيد قضاء الأيام ثم تخرج الفدية؟ ما عليهاش فدية هذه، إذا كان هي في 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 نفس السنة ما مضاش عليها رمضان آخر على القضاء متاعها، لا فدية عليها. نعم، وهي أخذت الحيطة بالنسبة للزيادة، إذا نعم، هي تخلصت من القضاء. نعم، أم مريم من طرابلس تقول زوجها لا يصلي
وعنده منها أو عندها منه ثلاث صغار كما قالت. فقالت سمعت هي أن هو يعني كأنها سمعت قول من يقول أنه كافر والعقد مفسوخ. قالت فحكم صغاري منه هل هم يعني أولاد شرعيين أم لا؟ وقالت أن هي لها فترة هجرته يعني مع أنه يعيشون في بيت واحد لكن هجراته. قالت نصحته كذا فلم يستجب فهجراته. وتسأل هل تطلب منه الطلاق، هل ينبغي لها أن تطلق، وإذا طلقت ماذا يحصل في أولادها. هذه مسألة عويصة، قصة هو الصلاة هو وترك الطلاق الصلاة. اللي تحدثت عنه يعني عفوا الأطفال لا شك أنهم شرعيون، نعم، كيف الطلاق قدم من زواج على الطريقة الإسلامية فشرعي، ولذلك هم أطفالها وأطفاله كذلك. بقي قضية نصحته وهجرته، خيرا فعلت هذا. أما أن تطلب الطلاق وعدمه لازم تدرس ظروفها، هل يعني تستطيع بعد ذلك أن تعيش وحدها، والنفقة كيف يتم فيها الأمر كذلك، تدرس أمورها من جميع الوجوه. نعم، وتتأنى ولا تستعجل، ثم بعد ذلك لها أن تطلب الطلاق. نعم نعم. أبو بشير يسأل يقول زوجته كأنها طلبت منه ماء فجبلها ماء، بعد تبين له أن الفجر قد دخل، فحكم هذا اليوم؟ هذا عليها قضاء، هي شربت، هو لم يشرب. هو ما قالش أنه هو شرب، قال هي عليها القضاء يوم واحد. نعم نعم. بنت ليبيا تسأل من ترهونة تقول حكم من يصلي، قالت أحيانا كأنهم يصلون في عائلتهم، يصلي بهم واحد من العائلة ويصلوا الناس خلفه. فقالت أحيانا يكون بعض النساء أو بعض الرجال عنده عذر يمنعه من الصلاة، قالت من باب الحياء يصبي معهم كأنه يصلي، تسأل عن حكم ذلك. كان هي دخلت غير في مسألة صورية، وقفت لا أكثر وأقل ولم تكبر إلى آخره ولم تنوي الصلاة، لا شيء عليها. نعم نعم. سؤالها الثاني عن قيام الليل، متى ينتهي وقت قيام الليل؟ ينتهي إيه أمتى يكون نهايته؟ بأذان الفجر. نعم نعم. إذا أذن بالفجر فقد انتهى قيام الليل. نعم. طيب معنا بعض الاتصالات نأخذها. السلام عليكم. مفتاح من مسلات، السلام عليكم. وعليكم السلام، خير. تفضل أخ مفتاح. خير، في حالكم؟ مساء النور، مرحبتين بك. نبغى نسأل الشيخ حمزة على مسألة بيع الدولار بالشيك، كيف الطريقة متاحها، وكان هي مثل حرام، هل يعتبر ربا؟ ونبغى يوضح لنا بالضبط كيف، يعني عندي محل متاع عملة ونبيع في الدولار على طريق المصرف، ولما نبيع فيه يمشي هو يحول لي ويجيب لي ورقة ونعطيه الدولار ونشري فيه منه. نبي الشيخ حمزة بالله يوضح لنا بالضبط كيف هذه المسألة، قضية بيع الدولار بالشيك المصدق. ايوه، قصدي نبوه كان هي صحيحة، يورينا الطريقة كيف المصدق بالضبط. والله العادي بالشيك المصدق ولا العادي؟ قال لك شيء، لا الشيك العادي، تحويل يعني يحول لي في حسابي ويجيب لي ورقة تحويل وانا نعطيه الدولار ونشري فيه منه. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. مودة من وين؟ السلام عليكم. أخت مودة من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أتفضلي أخت مودة. عندي الوالدة رمضان السنة اللي فاتت فاترة بسبب المرض. طيب. ورمضان السنة هذه هي فاترة، يعني صايمة مش فاترة. شنو يصير في رمضان السنة اللي فاتت اللي هي فاترة بسبب المرض؟ يعني شنو تعطي فدية، ولا ان هي تطعم مسكين او الصيمة ولا كيف؟ هي لماذا لم تقضي رمضان؟ علاش ما قضتش رمضان بعد ما كملت السنة الماضية؟ بسبب مرض الورم، عافاك الله. عافانا الله وإياها، ربي يشفيها. يعني استمر بها حتى رمضان هذا، رمضان هذا بدأت تصيم. رمضان هذا هي صامتة، يعني الدكتور قالها صيمي. ما شاء الله. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله شيخ، يبارك فيك. بارك الله فيكم. طيب معنا اتصال اخرى ولا نعم. السلام عليكم. الو، السلام عليكم ولدي، كل سنه وانت طيب. تفضلي اختي، من معنا؟ معك كريمه من طرابلس. ولادي كريمه من طرابلس، تفضلي. انا بننشد، عندي اختي مريضه سريريا باهي، وعندها جلطه حشاك من يتصنف. نعم. ومش قادره تصيم وكبر معناها،
ونبي ننشد الشيخ هل تصيم ولا لا؟ طيب هي 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 انت قلتي مريضه سريه يعني هي في حاله اغماء مش منتبهه لمن حولها ولا منتبهه؟ لا هي عندها ذاكره تتذكر لكن هي مريضه سريريا زي ما تقول احنا نقولوا مرض كبر كبيره هي واضح ما يعني ما تقدرش تصيم تقدر تصيم نبغى ننشد الشيخ هي عندها حتى تقرحات حشاك مريضه عندها جلطه طيب تسمع الإجابة إن شاء الله تسمع الإجابة وأنا حالفة وحانتة يعني حالفة علي حاجة وحانتة دكتور يا شيخ طيب تسمع الإجابة تسألي عن الكفارة الله أي والله يبارك فيك يا أستاذ بارك الله الله يسلمك طيب نجيب عن الأسئلة طيب شيخنا أخت طيب ناخذ فؤاد من تجورة السلام عليكم فؤاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخ فؤاد بالله برسل الشيخ على حكم ذهب الميت حكم ماذا؟ حكم ذهب الميت لا مش ما نسمع ما سمعتش السؤال ذهب الميت في مشكلة عندك في التغطية أخ فؤاد يا السؤال الصوت فيه تقطع ممكن تاخذوا منا السؤال فؤاد لو مازال موجود طيب أم أمين شيخنا تقول حامل وصامت يومين وثالث يوم ما عادش قدرت تصوم فتسأل هل هي عليها الفدية أم القضاء في هذه الحالة هي بسبب الحمل نعم لا عليهاش فدية إذا كان قضت هذه الأيام بعد أن ينتهي الحمل نعم وتضع جنينها لا شيء عليها لا فدية ولا حاجة عليها قضاء يعني بعد عليها قضاء فقط نعم أم عليوة من طرابلس تقول والدها توفي في 2017 وخوتها لم ي... أو 2019 ما عشان نتذكر خوتها لم يعطوهم الميراث حتى الآن ولم يقسموه تسأل عن حكم ذلك حكم هذا قلنا عليها كم مرة قضية لما يموت الميت تقسم تركته لأصحابه الورثة وما عمله هذا إذا كان السؤال صحيح إذا كان صحيحا نعم. فهو يعني ارتكب إثما نعم. أن نحذره ونخوفه كما نخوف أنفسنا المفروض نعم. الحقوق ترجع إلى أصحابها لأن بعد شوية سيموت هو كذلك نعم. ويتحمل له المسؤولية كاملة نعم حيث لا دينار ولا درهم يوم القيامة نعم, نعم. وإنما الحسنات والسيئات نعم بنت الجبل من البيضاء تقول عندها وابنها أو أخوها عنده انفصام في الشخصية ولا يصوم فتسأل عن حكم صيامه و يعني هل يجب عليه الصيام أم لا ما نعرفش هذه قضية طبية هل عرض على الطبيب ويعني وقال لا, لا 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 يستطيع أن يصوم أو ألزمه بالصيام هذه قضية طبية هو, هو, هو تحكي على قضية نفسية كأن عقله يغادر أحيانا أو يغادر دائما وهذه حتى تختلف وهل في كل الأيام والله أوقات دون أوقات إلى آخره مرات نعم الأمور النفسية تختلف نعم. من شخص لآخر نعم نعم طيب أحد الإخوة يسأل عن قضية المضاد في الوريد وإبرة الإنسولين هل هي من المفطرات أم لا لا ليست مفطرة هذه نعم. عن صيام الصحيح مفتاح من مسلاتة يسأل عن بيع الدولار بالشيك والتحويل عن طريق ورقة التحويل من المصرف هل يعتبر ربا وشنو طريقة التعامل الصحيحة هذه بالدولار لا ما هوش ربا هو لكن نحكيك عليه إذا كان هو تحويل لحساب الشخص يعني يعتبر قبضا ويعني المعاملة يعني يجيب له ورقة تحويل المعاملة صحيحة نعم نعم طيب مودة من طرابلس تقول أمها أفطرت السنة الماضية بسبب المرض عندها مرض الورم عافانا الله وإياكم وشفاها الله إن شاء الله قالت السنة الماضية لم تصوم والسنة هذه استطاعت الصيام الحمد لله بدأت تصوم والدكتور قال لها بإمكانك الصيام فتسأل عن السنة الماضية هل تفدي عنها أم ماذا السنة الماضية إن استطاعت بعد ينتهي رمضان أن تقضي هذه الأيام فلا شيء عليها تقضي فقط يعني تقضي فقط وإذا ما استطاعت أن تقضيها فعليها أن تطعم عن كل يوم نعم مدا من قمح على عدد الأيام تعطي عدد الأيام لعدد المساكين نعم
وهذه المسألة استحبابية نعم وليست واجبة. نعم. طيب كريمة من طرابلس تقول أختها مريضة سريريا عندها جلطة ومش قادرة ولا تستطيع الصيام فتسأل عن حكم صيامها وما الذي ينبغي عليهم تجاهها يعني. إذا كان عقلها معها هذه عليها يعني فدية فقط واستحبابا وليست وجوبا، تطعم كما ذكرنا عن كل يوم مد من طعام، أو إذا كان أرادت أن تدفع نقودا نصف فترة 4 دنانير غير ربع. هذا بالنسبة لي. لكن إذا كان ما تفعتش ما عليها شيء لأنها ليست واجبة وإنما مستحبة أكثر وأقل. كريمة من طرابلس تقول سؤالها الثاني تقول حلفت وحنثت في يمينها فما الذي عليها؟ حنثت في يمينها. نعم عليها كفارة حنث اليمين، إطعام 10 مساكين. نعم إطعامهم إما مد لكل واحد مد من قمح أو إطعامهم يعني غداء وعشاء أو زوز غداءات أو زوز عشاءات يعني وجبتان. نعم نعم 10 مساكين. نعم أو كسوتهم، كسوة 10 مساكين والكسوة التي يصح فيها الصلاة يعني بالنسبة للبدلة الليبية يعني قميص وسروال وكذا كافيات. وإذا كان تعطت للإناث تعطيهم درع سابق تصح في صلاة ما يغطي الرأس والصدر وما إلى ذلك، فيعني 10 مساكين حتما سواء كان إناث ولا ذكور كما ذكرنا في الكسوة. نعم فإذا لم تستطع الإطعام ولا الكسوة نعم ولا غير ذلك تتحول للصيام. الصيام هذا آخر حاجة بعد ما يعجز الإنسان على الإطعام. نعم. طيب أحد الإخوة على الفيسبوك يسأل عن حكم ما يعني ما سماه ظاهرة التنصير في التنصير، ظاهرة التنصير. تنصير. إيه الحكم الشرعي لمثل هذه الحالات وأيضا واجب الدولة تجاه مثل هذه الأمور. نعم الدولة هي لها مسؤولية كبيرة جدا وعلى كل من يستطيع نعم أن يمنع ذلك. التنصير هذا ممنوع معروف، هذا إذا كان واحد أشرك هذا خلاص فقد الأمل. نعم هذه من الأمور التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى. والمسألة غريبة هي رأي هذه كلها سببها يعني عدم الوعظ وعدم الثقافة وعدم العلم. نعم وإلا كيف يشرك الإنسان يعني بالله سبحانه وتعالى وقد خلقه ورزقه وبعد قليل وسائر إليه. نعم هذه ما فيهاش مفر ولا فيها حل أبدا، أنت ذاهب إلى مولاك بعد قليل، هذه ما فيش واحد يقول أنا مانيش ميت. حتى الذين لا يؤمنون بالله يقرون بقضية الموت. نعم طيب بارك الله فيكم شيخنا. نأخذ اتصال. السلام عليكم أبو مهند. السلام عليكم. تفضل أخ أبو مهند. أهلا وسهلا بكم وكل سنة والجميع بخير إن شاء الله. حياك الله بارك الله. وإن شاء الله بقبول الطاعات والعبادات في هذه العشر الأواخر إن شاء الله من المغفورين يا رب. بارك الله فيكم. تفضل أخ أبو مهند. بارك الله فيكم وبارك الله في الشيخ على هذه الفرصة الكريمة لكل الليبيين بحيث أن يتمتعوا أو يستفيدوا من مشاكلهم الدينية وإيجاد حلول لها عبر الفتاوي الشيخ الفضيل إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل أخ أبو مهند سؤالك. أيوه سؤالي اللي هو هل تصح زكاة المال على مرضى الأورام أو السرطان؟ طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. يعني أنا عندي زكاة مال، هل نقدر نتصدق بها على مريض الأورام والسرطانات ويعني وغيرها من الأمراض يعني حتى مثلا زراعة الكلى، زراعة الكبد وغيرها يعني من هذه الأمراض؟ وللعلم ربما يكون المريض من الأقارب مش من غيره أو حتى من غير يعني. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. عندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. تفضل. زكاة الفطر
احنا طبعا اليوم في ظرف يعني في زمن غير الزمن اللي كان عليه الصحابه عليه رضي الله عنهم. اليوم احنا الفقير او الذي تحل عليه زكاه الفطر في ظرف يحتاج الى ملبس، يحتاج الى مواكبه اولاده لمعايشه باقي الجيران من حيث اللبس والالعاب وغيره. اليوم الانسان محتاج الى مال، محتاج الى مش جعان في بطنه، يبي دقيق ويبي رز ويبي مكرونه ويبي سميد ويبي كذا. طيب فهل تصح اليوم انني نخرج زكاه الفطر نقدا بدل من ان هي قوت يعني؟ وهذه راهو للمصلحه العامه. ليش؟ ان السنه الماضيه والسنوات اللي غيرها تكدست هذه البقوليات وهذه الاطعمه. واضح سؤالك اخ ابو مهند، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. محمد، السلام عليكم. محمود والله محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمود. بارك الله فيك، في فضلك يا سيد الشيخ. أنا عندي زوز سؤالين من نفس الشيخ. تفضل الأول. السؤال الأول، لأني مريض سكر ومرات الشغل ما نمشيلاش وناخذ عليه خط وناخذ فيه راتب عليه كامل. نبي نعرف الراتب هو، لأني ما تمشيتش، لأني عندي مرض السكر زي ما بيقول في رمضان توا. ما تمشيش للعمل يعني. ما نسيتش للعمل، وفي يشيل الراتب، يشيل الراتب كامل، ما فيش خصومات. طيب السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، يخش المسجد، نلقى في الطابور الاول في المسجد اللي وراء الامام، في بعض الاشخاص يحطوا في تليفوناتهم ومفاتيح. الطابور الاول محجوز تلقاه. الطابور الاول محجوز. طيب. نعرف شو الحكم الاول في الطابور الاول، هل نمشي احنا نحجزوه زيهم ولا كيف ولا شو القصه فيها؟ طيب. تسمع الاجابه ان شاء الله. بإذن الله تسمعها غدا، لأن اليوم انتهى وقت الحلقة. الأخ أبو مهند والأخ محمود، إن شاء الله نبدأ بكم الإجابة في الحلقة في حلقة يوم غد. بارك الله فيكم شيخنا، نفع الله بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة يوم غد إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.